سؤال: هل يجوز للأب الأسقف أن يعطي نوع من الحرمان لشخص أو لعدة أشخاص وذلك لسبب شخصي وخلافات شخصية بينهم؟ لا يجوز للأسقف ولا للبطرك كمان، لسبب شخصي لا يصح إطلاقا إطلاقا، وإلا يبقى خصم وحكم. لا، الأسقف لازم يكون مفصلا كلمة الحق بالاستقامة، ولا يحكم إلا بناء على قانون كنسي أو آية من الكتاب. لكن لو واحد شتم الأسقف، من حق الأسقف أن يمنعه من الصلاة أو يحكم عليه، لا لخلاف شخصي، وإنما لأنه كسر قانون الكنيسة وشتم أسقف. لأن الدسقولية تقول: إن كان من يقول يعني كلمة أحمق لأخيه يكون يستحق دار جهنم، فكم بالأولى من يقول كلمة سوء على أسقفه الذي بوضع يده ينال الروح القدس. فيبقى في الحالة دي مسألة موضوعية بحتة، وليس مسألة مسائل شخصية. وبالمثل، لو واحد شتم قسيس برضو ممكن أن يعاقب، مش عشان حاجة شخصية، عشان مش من حقه يشتم قسيس. لكن مش معنى كده أن القسيس يشتم واحد والتاني يرد عليه ويبقى يتعاقب اللي رد وما يتعاقبش اللي ابتدى. يعني مفروض تكون القوانين ناخدها كلها على بعضيها وما ناخدهاش مجزأة.